لم يخفي محافظ البصرة حاجة محافظته لعمليات إعادة إعمار جديدة تلتزمها شركات رصينة. كان ذلك خلال المؤتمر الاقتصادي الأول لغرفة رجال أعمال الولايات المتحدة ومجلس الأعمال العراقي الأمريكي في المحافظة. البصرة بحاجة إلى إعادة إعمار، وهذا الإعمار من التجربة بحاجة إلى شركات كفوءة ومتمكنة وأصحاب خبرة وأعمال مماثلة. التجربة اللي مرينا بها البصرة فيها مئات المشاريع، فهي بحاجة إلى شركات كثيرة ومتطورة. نحن نعتبر كخطوة إيجابية لظهور الشركات الأمريكية، لحضور الشركات الأمريكية في المحافظة واطلاع هذه الشركات الأمريكية على الواقع الاقتصادي، على الواقع الأمني، لانه الشركات الاجنبيه تعتبر انه البيئه العراقيه غير مستقره وغير امنه، وعندما ياتون يثبت عكس ذلك. ويؤكد معنيون بمبادره استقدام شركات امريكيه بمختلف الاختصاصات الى محافظه البصره وجود مشاريع كثيره قد تتم ترجمتها بعد هذا المؤتمر الذي يعد اهم اهدافه تشجيع الشركات الكبرى للمساهمه في اعمار المحافظه. لدينا أعمال كثيرة متعلقة بالبصرة. الهدف الأساسي من حضورنا تقوية الروابط بين رجال الأعمال من أمريكا والبصرة، وتقوية العلاقات الاقتصادية وتعريف منطقة البصرة إلى رجال الأعمال الأمريكان وبالعكس. اليوم لدينا شركات كثيرة من الولايات المتحدة ومن جميع الاختصاصات، ودورنا تشجيعهم على القدوم. باحثون اقتصاديون بصريون شددوا على ضرورة تقييم العاملين المالي والتقني في تحويل أي مشاريع مستقبلية في البصرة لشركات أخرى، عازين تلكؤ المشاريع الحالية في المحافظة إلى ضعف الجهاز الرقابي. العامل المالي والتقني جدا مهم في مسألة تقييم هذه الشركات الرصينة، إضافة إلى مسألة الخبرة. كثير من الشركات تلكت في مشاريع قد تكون يعني في قدرتها وفي سمعتها ذات مستوى أوطى. يعود السبب بالأساس إلى مسألة عدم متابعة ومراقبة الجهة المنفذة لهذه المشاريع. وعلى الرغم من كون البصرة هي المحافظة الأغنى نفطيا بين نظيراتها الأخريات، إلا أنها ما تزال تعاني تلكؤا في مشاريع الإعمار، سيما تلك التي على تماس مباشر بخدمات المواطن البصري.